أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدن إسا إجا يعني بالدلو نغينتو مبقايا أن دعاء إتو سديكنا لغة العربية يعني معنانا دعاء سكني سباسا تغالوغ باسا أمغيندنون باسا مرانو باسا أندون دوسنا باسا سو الله سبحانه وتعالى نغسبوتنين إلانونا باسا هذا هو الأصل الأصل الدعاء أن يخرج من القلب أصلاً ينا أصل الدعاء نيان نسيسيتا نكن دعاء نكا سكن والله تعالى سبون سكن بمسونغن لانغو نباسا نغسبوتن والله سبحانه وتعالى لانغو نباسا نغسبوتن والله سبحانه وتعالى ندعاء كا سيابا كبون سكن بمسونغن كا سيابا كبون سكن بمسونغن كا سدعاء نكا لا تدعو دعاء مو عارف معناه ديكا ندعاء إدين كا غسبوتن معنانين kadin ang kabung gasabutan ni maananin na naggabungan ng kabangantok yan ang kandua na siya sa kanubun sa kanupamusungan ka ang mga mapia apia pandekan na siya sa kanumang mga athar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.